الجيش الشعبي الذي سيحرر إن شاء الله بإذن الله غزة وفلسطين. نحن هم كما رأينا في الأعلام وغيرها من تقتيل الأطفال والنساء وهم أخواننا وأبنائنا من هذا البلد، كما دمروا اليمن ودمروا كما دمروا غزة، فنحن جاهزون كالصواريخ التي تطلقها للانطلاق في سبيل الله إلى الانتصار وهنا في غزة وفي فلسطين. فنحن جاهزون وملبين ومنتظرين إلى النداء. فنحن هذا الشعب الذي ترونه، نحن جاهزون لأي توجيه نتحرك لأنصار أخواننا في فلسطين وغزة. جاهزون على المستوى العسكري والمستوى الشعبي وفي كل المستويات بأن نتحرك ضد هذا العدو الغاشم، كما نقدم رسالة للقيادة أننا جاهزون من هذه الميادين للتحرك بشكل عام لمواجهة الاحتلال في أي معركة مستجدة وفي أي وقت وفي أي زمان. الشعب اليمني جاهز لنصرة أخوتنا في فلسطين والتحرك للجهاد في سبيل الله والدفاع عن أخوتنا في فلسطين في كل بقاع الدنيا. فنحن جاهزين شعبا وجيشا وقيادة وتحت رهن إشارتك. اطلق السيف، 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 اط
لنا. كان ابو عناد الله يرحمه يقول اللي تعب يبعث ابن نهار بعيد وشعب الوطن. احنا جاءت واحد عزينا والانتصار نحن حتى نقولها على مسامعنا. لا نسينا ولا للنقص ولا لاي مكان. ما احترمنا جميع المشاهدين المقاومين وكل الشركاء وكل الذين عندنا سلاح وعندنا جيش والعربي في جوا ليش يا حيف والفو يا حيف علي برا المعركة علي برا